الجن طوائف كثيرة مثل الإنس تماما، فمنهم المؤمنون ومنهم الكافرون ومنهم الصالحون ومنهم المفسدون ومنهم الشياطين ومنهم العفاريت. أنزل الله عز وجل سورة كاملة وسماها سورة الجن، وذكرهم في أكثر من موضع في القرآن الكريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فطلع عليه جان يريد أن يقطع عليه صلاته، فمكن الله النبي من هذا الجن فأمسك به وأراد أن يربطه في عمود من أعمدة المسجد حتى يشاهده الناس في الصباح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر دعوة سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فترك الجان وعفى عنه. ولقد حدثت واقعة شنيعة من الجن الكفرة، فأرادوا أن يقوموا بحرق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى نجاه وهزمهم. فلقد أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره كيف يتغلب على هؤلاء الجن الكفرة. فعن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان كبيرا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوذية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبط جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطلق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. فالجن أنواع مختلفة لكل نوع ميزات يتميز بها عن غيره، فهناك الجن الطيار والغواص والفحار وغير ذلك. فمنح الله عز وجل الجن قدرات خاصة لم يمنحها الإنس جميعا، ومن هذه القدرات سرعة التنقل الفائق والقوة العظيمة التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، كما جاء في قصة سليمان عندما أراد أن يثبت لملكة سبأ عظم ما أعطاه الله عز وجل له من نعم عظيمة وآلاء جليلة. قال الله تعالى: قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الله تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال أيضا: وأنا منا الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا. وقال كذلك: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيستطيع الجن التحليق في الفضاء الخارجي، وكانوا يستمعون إلى السماء وينقلون أخبارها إلى الكهنة بعد إضافة كثير من الأكاذيب إليها. فلما بعث الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب والملائكة. يقول الله عز وجل على لسان أحد الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. والمسلم يؤمن بأن الله عز وجل قد سخر الجن لسليمان يغوصون في البحر ويستخرجون له من خيراته ويبنون له القصور الشامخات، وقد جعلهم الله عز وجل من جنود سليمان عليه السلام. قال تعالى: وحشرنا لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وللجن مساكن يسكنون فيها مثل الأماكن الخربة والصحاري والأماكن النجسة والأماكن المظلمة والجزر والكهوف. فقد كان فتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عهد بعرس تزوج حديثا، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق،
فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانصراف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الفتى سلاحه ثم رجع، فوجد امرأته واقفة أمام حجرتها، فدخل البيت فوجد حية عظيمة على فراش، فأهوى إليها بالرمح فضربها به، ثم خرج من الحجرة، ولكن الحية أسرعت نحوه وأمسكت به، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى؟ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم ظهر بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام الجن، وهو العظم والروث، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هما من طعام الجن. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليه القرآن، ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأراهم أثار الجن وأثار نيرانهم، وسألوه الزاد أي الطعام، فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لذوابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. فتأكل الشياطين مع الإنس إذا لم يذكر اسم الله تعالى، فالشيطان يحضر موائد البشر يأكل مما يتساقط منها. قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم لقمة فليمط، يعني يزل ما كان بها من الأذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. ولكي يحترس المسلم من وجود الشياطين معه عند الطعام، فعليه أن يلتزم بالآداب الإسلامية في تناول الطعام، بأن يبدأ بسم الله ويأكل بيمينه ولا يأكل بشماله حتى لا يشاركه الشيطان في أكله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. فالكافرون من الجن يوسوسون إلى الإنسان ويزينون له المعاصي ويشككون المسلم في دينه. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا ومن خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، فالله سبحانه وتعالى يحفظه من مس الجن وإيذائه بالالتزام بالطاعات. أما الذين يبتعدون عن طريق الله فمن السهل على الجن أن يؤذونهم بالصرع والجنون. قال أبي بن كعب: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا به وجع. قال: وما وجعه؟ قال: به لمم، أي يصيب بمس الجن. قال: فأتني به. فأتاه به فوضعه بين يديه وتعوذه بفاتحة الكتاب، فقام الرجل كأن لم يشك شيئا قط. فعلى المسلم أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حينما يشعر بالوسوس منه، فعلى المسلم أن يكون دائما الصلة بالله عز وجل، فمن كان في كنف الله عز وجل حماه الله من شياطين الإنس والجن، فهو نعم المولى ونعم النصير. فنسأل الله عز وجل أن يجيرنا من شياطين الإنس والجن، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.